السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم من ارض السدباد من ارض البصره، حقيقه اجواء بصراويه بغداديه اوروبيه تعيشها حاليا محافظه البصره ببطوله خليجي 25. هنا الناس الموجودين بكورنيش البصره راح نشوفهم، يعني الحديث عن البطوله والحديث عن الامور الفنيه بعيدا عن كل الاشياء. الناس اليوم تاركه همها، تاركه وضع السياسي، تاركه كل الاوضاع وتحكي بالطوبه. شلونك يا حبيبي؟ الله يحفظك، الله يسلمك. نبدا بضيفنا. الله يحييك. قواك الله. الله يقويك ويرحم والديك. طيبين احمد الله. تعرف على محمد الدوسري من الكويت. اهلا وسهلا محمد. ايش قد صار لكم هنا؟ والله اليوم جاي الصبح. شلون شفت البصره؟ والله الحمد لله احسن مما يكون بعد. واحلى بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. الشعب طيب وكريم ويعزم ويهلل ويرحب. كل شيء. يابا البصره اليوم متصدره العزوبيه. نعم. يعني البصره احنا اليوم وين ما جايين نسولف كل الخلايجه كل الوفود اللي موجوده يسولفون بكرم البصره. اي والله. شو تسمعون الخليج؟ والله كفو عز بعد. اهل البصره كفو، اهل العراق كلهم كفو عز بعد. اي والله اي والله. اهل العز. كلهم هلا بيكم ومن مكانكم لمكانكم. هذا بيتكم. طبعا اهل. شايف بعيني بعد، مو كلام والله. والله مو كلام. يا اهلا وسهلا. والله ما فيهم كلمه واحده. هاي الحفاوة يبي لهم كتاب كامل. هاي الحفاوة بعد الاستقبال، هذا الاستقبال. اي والله اي والله شعب يعني. هاي المشاعر. تنظيم حلو، فعاليات حلوة، ما شفنا الا فعاليات الحلوة والله. والله وتستاهلون احسن من كذي واحسن من التنظيم هذا واحسن من البطولة هذه ان شاء الله. من هلا لعلى يا رب. بس عرفت العراقيين؟ نعم. وصلت الصورة؟ والله وصلت. شو انتم ماخذين نظرة مثلا هذا الاعلام كان يوصل رسالة؟ والله شوف احيانا يعني شوف اعلام محارب. نعم. لكن اللي شفناه غير ما سمعناه. غير ما سمعناه، اللي شفناه غير ما سمعناه. وكلمه واحده ما تكفيهم والله. يبي لهم كتاب كامل شكل. يراد لكم كتاب. يراد لكم كتاب من الخليج. يحجون عن وضعكم. وهم اهل الكتب بعد. هلا. هلا. وجيتك هلا. هلا بيك هلا. هلا. بيك هلا. هلا. وجيتك هلا. عمي. على عز والله، اقول الرجال هذا كفو عز. حاضرين حاضرين. عراقي بن عراقي. والله مبيض. واحنا شكو واحد يجي وشكو ضيف كله نخليه على الراس. كلام والله، ماشي لعيوننا نخليه على راسني. واحنا حاضرين وان شاء الله للبصره اهلها والعراق كله اهلها، من الشمال للجنوب كلها ناس عزوبيه وبدون كلام والله شاهد كلهم ناس معدلين، واحنا حاضرين شكو واحد يجي ضيف. شوف خليني اقول لك شغله واحده. كل الوفود. نعم. يعني قبل من تسالهم على الخليجي ما يسولفوا لك ملاعب حلوه، امن، استقرار، اول شيء يحجون به. وحقيقه احنا فرحانين اليوم بهذا الشيء. صح. اول شيء يسولفون به الله يا العزوبيه. العزوبيه. الله يا كرم البصره. عندنا الهله احنا نعزب برواحتنا. يا اللي يجينا نعزبه برواحتنا، والهله سباقه لكل شيء احنا اهل البصره. والهله ومية هله بشكو واحد جاي منا الزاخو واحنا حاضرين والشردون احنا حاضرين وبخدمتهم وبخدمة شك واحد موجودين يا حاضرين. اهلا. ها؟ أنا من الموصل. الاخ من الموصل. اهلا وسهلا بك. الاخ من الموصل يريد يقرا قصيدة للبصرة. البصرة ناس طيبين. ايه. وبصراحة يعني احنا اجينا هنا عبالك احنا بالموصل. لا وانت وانت بالموصل. انت ابن العراق. محافظتك. على راسي على راسي. ما شفت ناس اطيب من اهل الجنوب. ما شفت. هاي القصيدة. هاي القصيدة العمر القرغلي شاعر الموصل. إذا شفت زلمة بريحة الشط. وإذا شفت شهم وزنودة سمرة. وإذا شفت بالحكي ما يغلط تأكد هذا عروجة بصرة. الله. الله. ابن البصرة لازم ابن البصرة لازم اسمه ينخط. ووحدة من الاثنين يصير قدره. لو على الراس عقال ينحط. لو على الراس عقال ينحط. لو بالمحبس يصير شذره. توارد اكو بي ويا النباتات. توارد اكو بي ويا النباتات. تلقاه جذعه جوزي وروحه خضره. الما يعرفه رايح يلتبس بيه. من بعيد يبين كنه شجره. البصيرة والبصر بالبصرة موجود. لذلك عدها بالتحليل خبرة. البصيرة والبصر بالبصرة موجود.
لذلك عندها بالتحليل خبرة. نعم. تدري وتعرف وتندل بالحلوق، لذلك ما تسولف السالفة النكرة. الله، نسمع صفقة. زين 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 زين، احنا ما سمعنا اي شيء لحد الان على البطوله. ايش نسمع للبصره؟ والله نسمع للبطوله. والعالميه عالميه اكيد. عالميه 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 عالميه، البصره صارت عالميه. عالميه عالميه عالميه، صارت عالمية. عالمية 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 عالمية، البصرة صارت عالمية. وعالمية عالمية عالمية، البصرة صارت عالمية. حياكم الله ويا اهلا وسهلا، ومشكورين على هذه التغطية الممتازة. الف شكر. نعم مشاهدي الكرام، شيخنا تفضل لنا. تعال تفضل لنا هنا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم من كورنيش البصرة، وجاي تشوفون الاجواء، جاي تشوفون الحفاوة، اجواء كلش حلوة، بحيث انه الناس اللي موجودين هنا كل الامور اللي شاغلة حياتهم سواء معيشة او غيرها ناسينها. الناس هنا تسولف بالكرم، الناس هنا تسولف بالحفاوة، تسولف بالبطولة. متواصلين وياكم؟ نعم. خليكم ويانا. كلب الخليج. كويت. الأزرق زعيم الخليج. حيا الله اللي يا هلا، احنا نقدم الضيف في البداية. احنا اهل الدار بعد. طبعا. لا حبيبي. اليوم الكويتيين حزنا. الكويتيين خسرانين. تعال خذ فرخة. تعال خذ فرخة. تعال والله. خسرانين اليوم الكويت. طبعا شكر خاص لكم أول شيء. لا واجبنا هذا. وطبعا منورين أهل الخليج. بعيوننا. هم الخطار. لا والله هم أهل الدار. العفو، هم اهل الدار واحنا الخطار. تدرون ايش قلت قبل؟ قلت البصره للجميع. البصره للجميع طبعا، البصره يعني ما عندها مثل ما تقول هذا خليجي وهذا مدري منين، لا زين. كنا واحد ان شاء الله. كنا واحد. فاكو زوج معروفه اسعدكم، خليجنا واحد. شو ما سمعتها هاي؟ ما اعتوش جماعه. خليجنا واحد. وشعبنا واحد، خليجنا واحد، وشعبنا واحد. نمون نمون. الله أكبر يا خليج العربي، الله أكبر يا خليج العربي. عيود أموت. الله أكبر يا خليج العربي، الله أكبر يا خليج العربي. خليجنا واحد، وشعبنا واحد، خليجنا واحد، وشعبنا واحد. نموت نموت. الله اكبر يا خليج العرب، الله اكبر يا خليج العرب. الله. خلنا اطب وياك بغير موضوع. نعم. العراق بالبطوله شفت الباحه اللعبه؟ نعم. انا بالملعب. كاداء يعني نحكي عن الافتتاح. الافتتاحيه؟ الافتتاحيه عالميه. عالميه اكيد، شيء اكيد داخل الملعب، شيء اكيد يعني ما بدنا اي نقص. نعم ماكو اي نقص داخل الملعب. يريد يذبح شاي. شو تريد تحكي؟ تعال بالله، تعال خلينا نكمل. تعال بالله، اي خلينا نكمل. داخل الملعب ماكو اي نقص، بس الاداء مال دخول الجمهور، ويعني دخول الجمهور بالسيابيه ماكو اي انسيابيه. ما يخالف نعبرها. المهم الافتتاح عالمي، هاي الاشياء الثانويه خلينا نتجاوزها. نعم اكيد الافتتاح له عالمي وجيد جدا يعني، وما بي اي نقص. وجزاء الله خير يعني الرجل عدنان درجال تعب وجاهد، وصار له شهر، اكثر من شهر بالبصر رجل، ما قصر ايضا. لكل المسؤولين اللي قدموا للبصر، من رئيس الوزراء الاصغر موظف بالدوله، خصوصا ذول الناس اللي جاي ينظفون، عمال البلديه وعمال التنظيف، يعني ذولي جهودهم جباره حقيقه، يشكرون عليه. بس انت هو عندك حكي على المنتخب، ايش عندك وياه؟ لا مبين. والله ماكو احلى من الافتتاحيه، طبعا بهرونا بيها، فشيء كلش حلو. هاي مال سوء الخدمات وهاي صارت، لان احنا ما مقدمين، صار لنا 43 سنه. لا والتجربه حديثه عادي. لا هاي ماكو مشكله، كل شيء حلو بالبطوله الا المنتخب. ما قدم هالقد. باص صحيح ماكو. انا دائما احكي اقول الله لا يخلي اوروبا خلتنا نشوف كره القدم وخلتنا نكره المنتخب. لا لازم يتطورون. ريالي. مدريد وفول هنا حاطه. والله العظيم.
هذا مدريدي. مدريدي فول. اي بس ما له علاقه، لازم يتطورون، لازم اكو حركه جديده، الباصات شيء ارضي، شو نفسها هاي من الالفينات طقها هيك وراحت. جابوا لك مساعد مدرب المنتخب الاسباني. لا لا احنا هسه هاي اول تجربه، اول لعبه للمنتخب. ليش تكرهون مدريد؟ ليش تكرهون هذا العشق؟ مدريدي. لا لا لا. انا برشلوني، انا برشلوني. هذا لا لا راح ازعلكم، راح ازعلكم، راح ازعلكم. هلا ونطالب بمبابي. مبابي طموحاتك هواي والله، كلش نطالب بيك. هلا بيك، هلا بيكم. اعطيني بوسه. شلون بعد شنو؟ هلا بيك، هلا بيك. يقول هاي الهلا بيك، وهذا هاي الحفاوه وهاي العزوبيه، هم صغار معلبيهم طبعا. الله والله. هوي نوره، هلا بنوره. شو تقول لي؟ شو اسمع من الناس؟ شو تقول لي؟ هلا بيكم وكل الهلا. هلا بيكم وكل الهلا. شوفوا الناس شلون جاي تربي. هلا بيكم، هلا بيكم وكل الهلا. يعني عمرها سنتين تقول هلا بيكم وكل الهلا. والله عزوبيه معادي. هذا ديدنهم بعد، واحنا فرحين كلش بهاي الجمعه وهاي اللمه وهاي الناس. مو انه الكره، لا والله. شوف هسه الجمعه وشوف هاي الخليجيين، والكل واحد والكل فرحان. ان شاء الله بوابه خير هاي على العراق. ان شاء الله بوابه خير. اي والله ابو العقال خاتل. اي ان شاء الله بوابه خير. مصلاوي على راسي. سلم راسك على راس مصلاوي. نسمع له تحيه. نسمع له تحيه يا حبيبي. حلو هذا الزي، هم سلوك. هذا الزي شنو؟ اي هذا الزي العربي الريفي بنينوى. لا الخلايج هم سلوك. شنو هذا؟ شنو يعني؟ اكو تفاجئوا يعني، ما عرفوا انه انا من الموصل يعني. بس انت اليوم ضارب عصفورين بحجر. اولا جاي للبصره بالبطوله، وجاي تراثك، وجاي جاي تنقله للناس الوافدين. اكيد رساله. هي الرحله رساله. ويبات يمي ان شاء الله. يبات يمي. الله يسلمك. الله يسلمك. وين بايت؟ والله اول ما طلعت من الموصل نزلت منشور، خابرني صديقي قبل، قال انت يمي انت امورك طيبه، بعدك ما واصل لقيت مبيع. طلعت من السيطره اول الحدود الاداريه، جاني اتصال قال لي تجي عندي. اي والله. زين شباب اذا جونا 20 واحد كلهم يمي. بس باوي تعال تعال يجينا هسه 20 واحد يقول لك الفنادق مقبطه، البيوت مقبطه والمضايف. شو تسوي؟ فرغ بيوتنا ونقعد. يعني اكو شغله هسه، اكو شغله هسه. احنا جينا من الموصل، جينا على البصرة، أول شيء نشوف الأجواء، وشكرا للبصرة رجعتنا للعالمية. شكرا للبصرة رجعتنا للعالمية. هاي للتاريخ، أهل البصرة يعني تفتخرون بها دائما. البارحة كان عرس تاريخي عراقي بنكهة خليجية على أراضي بصراوية. بصرة كانت عروس البارحة. حلو. شكرا للبصرة. عروس الخليج. رجعتنا، رجعت العراق ورجعت للعالم أمجاد العراق. العراق أرض الحضارة، أرض الثقافة، أرض العلم، أرض المعرفة، كل شيء عراق. عراق عظيم. حاربونا وبعدوا الخليج عنا 40 أكثر، بعدوا الخليج عنا، ولكن رجعنا بلعبة واحدة. الله. بربع ساعة رجعنا. افتتاحية. حاولوا. بربع ساعة رجعنا للعالمية. حاولوا يبعدون العرب عن بعضهم، قطر رجعتهم بملعب واحد. وإحنا شو نقول لهم هسه؟ والعراق رجع الخليج واحد، والعراق الخليج جزء لا يتجزأ، والعرب جزء لا يتجزأ. البارحة كان هو عرس، وبنفس اللحظة انه ملعب الجدع النخلة انطى رسالة تاريخية للعالم ان احنا قدها، بس انطونا مجال نتنفس واحنا قدها، واللي بيخير خي ينافسنا. قدرنا نوصل رسالة للعالم. رئيس الاتحاد الدولي جاء للبصرة، فهذا كان فخر. اخوتنا الخليجيين دخلوا للبصرة كان اكو خوف، ولكن من دخله وشافه ويجي شكرا لان وثقوا بينا. وصلت الرساله وخلي نوصلها. شو نقول لهم؟ خليجنا واحد. بس اكو مساله مهمه كلش. مو هدفنا البطوله، هدفنا نجاح بالبطوله. هدفنا النجاح بالبطوله، عندنا بطولات راح تجي بعد. اذا اليوم كانت البصره عروس، بعد عندنا كاس العرب، راح تصير الكركوك، وصير النجف، وصير كربلاء وبغداد، كلها تصير عرسان. اكو مقطع صغير. يلا مقطع صغير يقول يلا بالمصلاوي. لا لا هي من الموصل يعني البصرة. من نبعد مدينة، من نبعد مدينة للبصرة اجينا. للبصرة اجينا. من نبعد مدينة للبصرة اجينا. من الموصل اجينا. من الموصل اجينا. والكاس ان شاء الله، ان شاء الله بيدينا. ان شاء الله بيدينا. ان شاء الله.
ونشوفك ان شاء الله بالنهائي ان شاء الله. هو خليجنا واحد وشعبنا واحد، خليجنا واحد شعبنا واحد وخليجي 25 بصراوي خالص ان شاء الله. يا حبيبي يا حبيبي شكرا جزيلا. هلا هلا ما قلت والقلب هل بيك حبيبي هل بيك والله سلام. القلب هل بيك يا روحي. انا نسيت ابو ذي اريد اكملها. الله يخليك كم جمالي نسيت. الله بصراوي حبيبي والله جمال الروح يخبل. الله يخليك وحياكم الله بالبصره. انت من البصره لو انت ما دام عراقي على الراس. الله يخليك حبيبي. اهلا وسهلا بكل منتخبات الخليج والمحافظات على راسنا. اي شيء يحتاجونه من سكن من توصيل اي شيء احنا بخدمتهم والله لك الحمد. يعني امس كانت افتتاحيه روعه بس صراحة. بغض النظر عن الافتتاحيه اليوم الاجواء روعه. اكيد اجواء اوروبيه باريسيه لندنيه. ايش توصف لا العظيم لا العظيم يعني الاجواء يعني حلوه بيكم اكيد اكيد بالناس الموجوده بطيبتهم لان تعنوا يعني اكو ناس اجت من خارج العراق يعني اكيد من دول الخليج عافت اشغالها وهذا اللي يعوف شغله ويجي العراق هذا مسوي فضل علينا صراحه. والله صح شباب صحيح العايب شغله وعايب دوامه والتزاماته وجاي العراق مسوي فضل علينا صراحه والحمد لله على كل حال. وان شاء الله تنجح البطوله ناجحه البطوله بهاي الجماهير بهاي الاهازيج بهاي المشاعر ان شاء الله ناجحه البطوله. اكيد ان شاء الله حبيبي فدوه العمر الله يخليك. يعني البصراويين يجننون والوافدين حبيبي. يجننون انا التقرب وذيه بس من شفته والله العظيم نسيته خربطت ها والله بس حلو فدوه لوجهك. احنا متواصلين وياكم وخلينا نشوف الاجواء هنا اللي موجوده. خليكم ويانا وياك حيدر مو تزعل. قاعدة خليجية، قاعدة بصراوية، قاعدة ما نقدر نقول أوروبية لأن عاداتنا وتقاليدنا تختلف، بس الأجواء باريسية. عبد العزيز أجواء بصراوية بامتياز جميلة صراحة. الله يسلمك وهلا بالكويت. يا مرحبا والله فيك ومستمتعين في الأجواء. أول شيء رحب فيك ورحب بالموجودين كلهم فردا فردا واسما اسما. زين انا ما راح بيك وانا بعد كم الله يسلمك. الشباب بعدين خليهم يرحبون بيك بطريقه يا حبايبنا انتم والله. الاسم الكريم احمد. احمد من الكويت. اي نعم على راسنا. الله يحفظك. يا هلا ويا مرحبا بجيتك. يا هلا فيك يا هلا فيك. ما حسينا ان طلعنا من بلدنا من بلدنا لبلدنا. وانتم اي والله ساعه ونص وصلنا شعب واحد ناس واحد. اي نعم ما يحتاج. الامور طيبه الحمد لله. يضحك عبد العزيز. عبد العزيز انا عارف ليه يضحك. عبد العزيز تحيه لكل مشاهدينك واللي ناس جاي تتابع عبد العزيز ملتهي بالبيت. ايه شلون الاجواء؟ الاجواء حلوه. شعب مضياف كريم. الامور طيبه كلها الحمد لله. بس انتم اموركم زينه لان واقعين بمعذب معدل. اي والله معدل. الاسم الكريم انا كرار من هذه البصره. اهلا وسهلا. انا اتمنى والله صار لي ساعه اسولف وياهم كلبت وياهم مشينا قعدنا يا معودين عوفوا فندقكم تعالوا يمي على واتق نحن. الله ما بيكم مجال ما بيكم مجال ويا كرار جاي يتوسل بيكم ولو ليله وحده. والله احنا والله احنا مقدرين لكل شخص يعزمنا ويعني عزيمته واصله ومحلها في القلب لكن احنا في ضيافه معزبنا صاحب فندق واحنا عنده يعني جالسين معاه يعني وملتزمين ولا كلنا ودنا نلبي كل طلباتكم ورغباتكم ولا لا والله لا والله فندق لا فندق صاحب فندق قاعدين فندق صاحب الفندق صح. نشوف احمد احمد قسما والله صحيح صاحب الفندق هو المضيفنا ابن الحلال وحتى هو اللي شارينا الجيمر. هو براسه هو براسه جيمر 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 عرب جيمر عرب قلت له جيمر عرب والله شارينا الدبس والجيمر. والله شلون الجيمر طيب طيب ما ضاقيت؟ لا والله شبعنا والناس كلها تبي. خلتكم معذب كيالو دزلكم دليفريات. قلت لهم اخذكم صوب القهوه صوب الاي وين وسس هم شويه عندهم تعبانين وسالم هواي هنا بس على المرات الجايه ان شاء الله اخذهم صوب الهوار. اخذهم صوب الهوار. اي احنا شباب شبابنا الحلوين الغالين الطيبين. والله والله انتم معازيب. شلون نرحب بالجماعه؟ للخليجي للخليجي انا القرار للخليجي 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 انا ارحب للخليجي 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 انا ارحب بالخليجي للخليجي للخليجي
الخليجي للخليجي هذا واحد بالخليجي هاي الاجواء. أيوة عم وين تلقون هاي الاجواء؟ والله اجواء جميله صراحه، مستمتعين. اربع ايام قعدنا ولا كانه يعني قعدنا، كانه يوم واحد مرت. شوف اقول لك بسرعة شغله بسرعه والله. صحيح والله. اي والله اقول لك شغله واحده، العراقيين فقره، يعني فقره شنو؟ يعني طيبين فقراء. فلذلك اكو شاعر عندنا بالعراق شو يقول؟ احنا فقره يغزر ويانا الهوى. الله الله الله. يعني احنا اليوم مو الزاد والملح. الله هذا الله. الهوى يغزر بينا. الله. مو الله. لا عالميه 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 البصرة صارت عالميه 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 البصرة صارت عالميه 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 البصرة صارت عالميه 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 البصرة صارت عالميه. أنا قبل لا أغادر الجماعة وأغادر القارب، إبداعتي الولد، هم الشباب يجوز ما ضايقينها. نهر خوز وكلتهم لولا؟ لا والله، بس هم ماكلينها كانوا بالخصيب، كلوا نهر خوز. كلينا كل شيء كلينا. طيب. من جينا ناكل. جنن والله. إحنا جايين للألفة. حلاوة طحينية. حلاوة إي رهش. إحنا جايين للألفة وللأكل. جاي للألفة وللأكل. للألفة وللأكل. هسا أنا وين أروح؟ المباريات خط ثاني. إن ما هو بحنا خط غني. إحنا الجماعة أهلا وسهلا بهم، ويا هلا وألفين ومو ألفين 3000. وبكثر ما داير توايرهم ونخلهم على الرأس، وإذا ما وسعتهم القاع بيوتنا موجودة، وإذا ما وسعتهم بيوتنا نحطهم بعيوننا. كل الخليج بدون استثناء. اهلا وسهلا وعلى راسنا. ابو علي خادمكم الصغير ان شاء الله. يبيلها قصيده وبوسه. يلا اسمع اسمع اسمع. ابو علي ماكو بصراوي ومو شاعر. للاسف والله ما اعرف. وين الثياب انتم؟ بعدين هوسه. يلا ما اعرف لا تهرج ما اعرف. يلا مو اعرف هذا مو مجالي. العيد انتم واحنا هلالين. العيد انتم واحنا هلالين. العيد انتم واحنا هلالين. العيد حبيب هاي المراني وساعدتك بيها مرت ثانية عليك. بس يا الرباط يمي حتى روح. يلا نبي هوسه منك انت. انت مهوس مهوالاني. لا بعدني عطنا هوسه. انت شلون اعطيك هوسه؟ زين طون بوذية طون بوذية. اقول لك اهلا وسهلا بيك واهلا بلو وياك. اهلا وسهلا بيك واهلا بلو وياك. القلب قبل العين فز وتلقاك. اهلا وسهلا. يلا الرباط وينه؟ ما يبدون الرباط. عندك الرباط. والله انا بديت حتى انسى جاي يجن ويرحن. ساعدوني ايش نسمع منه؟ بس لما يجي الرباط اني كل شيء ما احد كل شيء ما حافظ. احنا بس هذا المطلب مالتنا. المطلب مالتنا مهني تصبي ودني مهني تصبي ما اسمع مهني تصبي مهني تصبي مهني تصبي يلا وكرر رايدكم يمك كرر رايدكم يمك كرر رايدكم هاي يمي والله العظيم يا احمد ويا عبد العزيز ازعل مو الخاطرنا الخاطر الولد وكرر رايتكم يمي ليه هاي راجل بخت انا يمك الحظ والبخت اليوم اذا مو يم ازعل انا والشباب نزعل تم اليوم اذا مو يم كرر ازعل ان شاء الله لا ان شاء الله عنده الجايات ان شاء الله باذن الله باذن الله عم انتم كرر بعد ولد كلهم على الراس هلا وميتها
المنافسة بكأس العالم صارت بين الجمهور الأرجنتيني وما حد نافسهم بعد. جمهور المغرب شوية بعد. شوية المغربي. اليوم جاي أشوف المنافسة كجمهور وكحضور. بالبداية قلت البحرين. والنوب العمانيين شفتهم بس من شفت الكويتيين ما شاء الله. الله أول شيء حنا في ديرتنا. طبعا. أنا الآن في شط العرب أبعد عن بيتنا في الجهرة أبعد بالضبط ساعة وعشر دقائق. ما شاء الله. أنا بوسط بيتنا. ما شاء الله. أنا بقول كلمة من القلب. ايه؟ أنا صار لي يومين في البصرة. نعم. من مباراة افتتاحية ومباراة الكويت. أقسم بالله الكرم والشجاعة والطيب والمرجلة يا رجل في بعض الأيام بعض الشغلات نحلف على شخص يقول له يقول تكفون معاي تجون عش وشايب ينزل بالشارع ويوقفنا ويقول تعالوا وأعزمكم على البيت. الحين احنا موجودين معانا ناس اخواننا من العراق مستضيفينا صار لهم 3 ساعات من قهوة المطعم العشاء وصفطونا هني ودخلونا شط العرب. قسما بالله العظيم ان اكثر من الامن اللي قاعد نشوفه والامان والطيب والمرجله ما فيه. انا اقولها وتحاسب عليها قسما بالله اخوكم من اعلام الكويت وانا شخصيا جايب سيارتي مع اخوي ابو جاسم. والله العظيم والله العظيم كلمه حق اقولها من القلب وتحاسب عليها امام الله ان اطيب شعب شفته في حياتي هو الشعب العراقي. ما شاء الله والله العظيم. اي والله يا ابو العراقيين ايش تسمع هذا الحج كله ما سمعنا. وانا والله ارفع عقالي لهم. والله العظيم ارفع عقالي لهم. والله العظيم مرجله وفع قال لكم كلكم. والله اللي شفته من العراق وشعب العراق قسما بالله شوف في كلمه دائما نقولها اللي يعطيك الكرم من قل يعني ممكن الكريم يكرم يكون عنده ويكرم لكن اللي ما عنده ويكرم هذه اكبر صفات الشجاعه والمرجله. والاخوان الموجودين كرم شجاعه. شوف والاخوان الموجودين الامام علي شو يقول الكرم شجاعه. وانا اقول قسما بالله شفت الكرم باهل العراق الموجودين. والله العظيم. اي والله. وانا اشكركم واقول الكلمه هذه من القلب قسما بالله ولا حسيت دقيقه اني انا برا الكويت. انا دائما قاعد احس اني في بلدي. لا شوف كلمه اقول لك اياها قسما بالله تحاسب عليها واعيدها مره ثانيه اللي قاعد يسوونه الشعب العراقي وهني في البصره شيء مو طبيعي. يعطونك وهم من قل فما بالك لما يكون عندهم. انا اقول كلمه من الاخير قسما بالله ما نوفيكم حقكم. وانا اقول حق اخواني بالكويت والخليج تعالوا راح تشوفون اجواء. انا رحت كاس العالم وحضرت النهائي وقبل النهائي ما شفت هاي الاشياء هنا. ما شفت ملعب الميناء اللي شفته يواكب ملاعب الكاس العالم. والله العظيم وايد كلام من اعلام رايح وشايف. نعم انا حضرت في ملعب النهائي في لوسيل. انا اخوكم وائل الصقري من اعلام الكويت حضرت النهائي من قبيله تعنزه حضرت النهائي. والنعم اي والله حضرت النهائي وحضرت هني اللي قاعد اشوفه هني. والله مرجله. انا بقول رساله حق بعض اللي راح تقولون اللي يقول ناس صبقوني وهالكلام قسما بالله اني سيارتي انا رنج والله هم لك الحمد. نعم. وصافطه هني بالشارع ولا حد يقابل له واطلع معاي فلوسي واتمشى ما شفت الا الناس اللي تزيد ما تنقص. كل الكلام اللي يقولونه من الناس هذا اشاعات مو كلام صحيح. الكلام الصحيح انه في مرجله وفي طيب وفي كرم موجود في العراق. اي والله انا راح اريتها. انا راح بس اسمعوا لي. انا راح اريتها بهوسه بس اريدكم ويانا تقول اهلا بالجاي مهنينه. مهنينه اهلا بالجاي. مهنينه اهلا بالجاي. مهنينه اهلا بالجاي. مهنينه جاي مهنينه. والله يا اخوي القناه انا اتشرف فيها وطلعت مع اخوي صلاح السعدي في قناه الكاس وقلت نفس الكلام. والله العظيم اني ما ابي ارجع وانا الحين 20 يوم راح اكون موجود لكن اقول وارجع واقول والله العظيم هذا الشعب هو اللي قاعد ينظم البطولة. ما هو اللجنة منظمة. هو اللي ينظم البطولة وراح ينجح البطولة وراح نرجع احنا مثل قبل. اللي بيننا وبينكم ساعة بين العراق والكويت راح تكون ساعة وراح ترجع الأيام السابقة اللي كانوا فيها شيابنا وجدي وجدك والناس اللي كانوا يقعدون الصبح في البيت والعصر في البصرة. وإن شاء الله والعصر. كلامنا مو بس البصرة البغداد وكركوك وأبيل. أنا أتكلم مو أهل البصرة أتكلم كل أهل العراق. والله وقفنا قبل شوي واحد كبير بالعمر في فوق 60 وقفنا وقف الشارع قال لا تتقهوى عندنا. هذا شيء أنا عندي كلمة قال لي إياها المرحوم أبوي المكبور ما ينرد. وانا رجال شايب لما وقفنا وانا على ضيافته الحين واقول لكم كلمه كلكم على راسي عقالكم. الله اي والله اي والله اي والله حبيبي بعد راس بعد راس الله يحفظك. احنا ان شاء الله ربي يحفظك. والله الكلام اللي قلته قليل بحقكم قسما بالله. الكلام اللي قلته قليل بحقكم لانكم انتم اهل المرجله والطيب. اي والله نورتونا حياك الله ونورتونا 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 حياك الله ونورتونا. حتى مثل هذا الكلام مثل هذا الانطباع مثل هاي المشاعر الكلام اللي طالع من القلب للقلب شلون تردها من القلب للقلب. والله العظيم
أقولها بصراحة، اللي صار بالبصرة عرس جماهيري، أشوف الكويتي والقطري والبحريني والعماني، وبصراحة بين أهلهم هنا بالبصرة. اللي قال الأخ الشقيق من الكويت، والله العظيم يعني بصراحة تدمع له العيون. يعني اللي قاله بصراحة، احنا نقف وقفة إجلال وكبار لهذا الكلام، لهذه الكلمات الطيبة من هذا الرجل من دولة الكويت الشقيقة. واللي صار ما روج الإعلام من أمور حدثت هي بسبب خلل بالتنظيم ليس إلا. لا احنا هاي الأشياء احنا شوف، انا دائما احكيها، دائما احكيها واقولها، اقول انه كرم العراقيين ومضيافهم، هذا الانطباع اللي اخذوه الوافدين الجايين للعراق، تصدر ويمكن حتى غطى على الافتتاح. خلنا ارد على اخوي بس، انا حضرت الافتتاح الموجود، انا في كاس الخليج 22 اللي كان بالكويت في استاد جابر، كان في اندفاع وكانوا الناس متلهفين. اليوم شعب العراق متلهف لكرة القدم. اليوم لما انا احدد ملعب في 60,000 والموجودين فوق ال 200,000 كانوا يبون ينجحون الحفل. ما في حفل ينجح بدون جماهير. اليوم حتى الوجود العراقي كان موجود، في ناس كانوا يقولون انه ممكن ما تكمل عدد المدرجات، لكن عدد المدرجات اليوم وحضورهم حق منتخب العراق، مع ان في يعني بعض الحواجز والمسافات البعيده، ممكن انا ادش من بوابه الاعلاميه بوابه 13 الشيت وكان الملعب امامي وصفت بالباركينج، لكن الاخوان اللي يمشون كيلوين وثلاث كيلوات هذول يحبون منتخبهم ويحبون بلدهم. اليوم والله يحبون كل المنتخبات. اليوم شفت المباراه مال ميلان، ملعب مخبص بسنابي اليوم تلفت كل الشعب العراقي. صحيح. فانا اقول انتم قاعد تنجحون البطوله وانتم منظمين البطوله، واليوم نجاح البطوله راح يكون في نهايته من الجمهور العراقي. اي والله مشكور يا حبيبي. شكرا جزيلا. تعال اشوفكم على خير حبيبي. الله يسلمك. شلون الاخبار يا جمال البصره واهله؟ مساء الخير على قناتكم. مساء الخير وصباح الخير. لا صباح الخير. يلا صباح الخير. شلونكم؟ صباح الخير، ماكو مشكله. تعبانين؟ لا طبعا. حديد تعبان؟ انا ما تعبان. منين جاي؟ بغداد بس يوميا صاحب. هم أربعة، يوميا واحد. إيه. من هالولد. يوميا. عشرين. لا 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 لا. لا. يوم يصحى هسه بالوحدة أروح. بعد نص ساعة تقريبا. خلينا نكون واقعيين. والله العظيم. يعني فعلا فرحان من نسمع هذا الحديث. والله العظيم. اليوم أنا جيت من نربيل. من نربيل. اي والله الله يسلمك، الله يخليك، الله يحفظك. اي والله يا جماعه الشمال كلهم ما يقبلون يجون، من شمالهم عمي هسه تمشي وياي. والله عندي ناس، والله العظيم عندي ناس. عندك ناس يعني؟ والله جيت من نربيل. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، حتى نقل لكم الصوره، شوفوا الان شارع الكورنيش حاليا جاي عج بالجماهير، بالازدحامات اللي موجوده هنا، هاي الناس اللي موجوده، الخلايجه اللي موجودين، ما شاء الله ما شاء الله. شوف الكورنيش، هذا الكورنيش مثل ما جاي يشاهدوا، وخليجنا واحد ما شاء الله. اجواء حلوه اجواء. هاي يوميه هيك؟ يوميه هاي ان شاء الله، يوميه شهر ان شاء الله، يوميه هاي طول السنه حتى نشوفكم. ايش صار هذا؟ انتم ما رايحين بزفه؟ وين رايحين انتم الحلوين؟ كلها احتفاليه ان شاء الله، يعم الامن والامان على العراق، ونحتضن بطولات. الامن والامان عم الامن، نحتضن بطولات بعد اعظم واعظم. ما شاء الله وشكرا. ما شاء الله مشاهدينا الكرام، شوف بس يوم تشوف الصوره هاي هنا اللي موجوده، ما شاء الله بعض السيارات، طبعا هاي السيارات كلها اللي موجوده مو فقط من البصره، مو فقط من العراق، ايضا من دول الخليج، سواء من الكويت او باقي الدول اللي هلا ابو الورد، هلا ابو الورد، شلون نسوي؟ وزع ورد، طشر ورد. وطشرت شقد والدميس. طشر لي على ذول يستاهلون الولد. يستاهلون هم هذول، انا طيتهم. شوف الشباب. يابا يا ابوي خذنا وياك. شنو الاخبار؟ مشتاقين. حلقات ماكو هالايام. حلقاتك ماكو هالايام. لا موجودات. مشتاقين لك. موجودات. بدي اروح لك. على راسي. شلون المشاعر؟ والله المشاعر تخبل يعني. والحسين. والاجواء. كاس عالم. عالمية. اي والله. باريسية. اي والله. البصرة مستعدة ترحب بالعالم كله مو بس الخليج. والله العظيم. لا. عايشين عايشين. كم صار جديد؟ عمره خسارة ما اجي. والله. اوسي؟ خسارة ما اجي. تعبنا صرنا ساعتين هنا. شو اسمع نصين مسجل. اريد حكي، اريد لسان. انتم منين؟ من البصرة انا. خطار من بغداد جاي ونسهم. ابوي ما حافظكم هوسي. امشي.
تروح اذا تبي وما حافظينكم موس لا حافظين موس يا موس حسين يلا شو شجعته؟ جويه جويه ايه احنا ازرق عاشقين ايه من الزغر الدم كله ازرق يلا خلينا نسمع احنا لجوي لا الوطن عاشقين للوطن اي عاشقين عاشقين الوطن اي اه النوب هاني يلا علاوي علاوي ما راح اسك يلا طير علاوي يا الله اللي يحب العريس يقعد الله شيء والله هذه يلا الوطن عاشقين اي حب ظل يدور بيه الله يلا يا ولد احنا الوطن عاشقين يلا الوطن وين ما يحبنا لا يجينا احنا وكذا تجينا يلا بالتوفيق ان شاء الله نعم مشاهدي الكرام هاي الناس يعني اليوم شوفوها الله 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 على الاجواء هلا 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 ما قلت لحظه 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 قواهم الله انا من البصره وين وياك؟ انا وياي من البصره ومقيمين هنا هم الله الله هذا زي الخليج اليوم نعم ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله تعال انت نزل وين رايح تعال ما طلع له وجهك ما طلع يلا متونسين؟ ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله 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 على البصره يا الله الله على هاي الاجواء الله على هاي الاجواء جاي تشوفون يعني شوف هلا هلا اهلا وسهلا شنو هاي؟ شنو هاي؟ والله هاي احتفاليه بخليج 25 والف هلا ومرحبا بيهم منورونا وهاي دارهم وقاعهم ان شاء الله والله العظيم وبيوتنا عين غطا وعين فراش خدمتهم ما اسمع عين غطا وعين وعين غطا وعين فراش شوفون يعني مثل ما جاي شو الله السلام عليكم وين رايحين؟ هاي يوميه هيك هيك الاجواء لطيف اي والله اي والله يوميه جاي تمشون هيك الحمد لله شلون الاجواء؟ زينه حلوه الاطفال شلونك؟ زين ونس؟ ايه والله يلا ان شاء الله كل ايامكم ان شاء الله كل ايامكم خير وبركه الله 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 خلينا نشوف هنا منين ابناء البصره ابناء البصره مساء الخير شلون الامور؟ نزلنا الجامد بخير شلون الامور؟ تمام ولد كلش حلوه ها. اي والله ما صايره هيك قبل بالبصره ابد هاي لي اول مره طبعا العلاقه يمكن مشاهد هيك لا ابد هاي لي اول مره صحيح يوميا ان شاء الله تجون طبعا اكيد يوميا في دول عمرك اهلا وسهلا حياة خلينا نشوف لحظه شباب لحظه العنابي العنابي الله 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 هي هاي شنو هاي؟ اسمع ها حبيبي شلون الامور؟ والله تمام تمام العنابي الله يخليك والله العنابي العنابي اليوم فاز ورفع روسنا والله العظيم ولا يهونون الجمهور الكويتي احنا نشجع العراق اكيد بالمرتبه الاولى والعنابي بالمرتبه الثانيه وانت شو تشجع؟ عمات نفس الشيء العراق بالمرتبه الاولى والمرتبه الثانيه عنابي بالمرتبه الثانيه العنابي انت وجهك مو مال العنابي انت وجهك مال الكويتي كفو منك لا بس العنابي لا العنابي الثاني والعراق الاول تشجع العنابي العنابي كفو منك ما شاء الله يعني اليوم الجمهور العراقي مو فقط يشجع المنتخب العراقي بقدر ما يشجع كل منتخب الله راح انام راح انام شو الامور الغالي فرحانين متونسين الاجواء لطيفه والله شنو كنت مفكر اروح لباريس بس بطلت من شفت هاي الاجواء باريس شنو عمي باريس شنو اي والله هسه عفنا من الطوب وعفنا من البطوله كلها الاجواء يا ابي اقول لك البصره خبل بالبصره خبل بالبصره لا صدق والله اي والله انت شلون شفت البصره؟ والله البصره تخبل حلوه. صارنا يومين هنا أنا ما شاء الله من بغداد. من بغداد، انا هم من بغداد وكل احنا من العراق، حبيب. بس اكو شيء جذبني. كل اللي جاي يجون للبصره اول ما يحشون يحشون على العزوبيه هم ضياف العراق. لا والله ماكو واحد ما عزم. لا والله اي والله قول لا تقول لا والله اي والله. ما هي لا والله يعني. واحد بالشارع ما قال لنا تعالوا يوم الله والله يا اللي شفنا هسه بالسيارات نمشي وتعال تعال يمنا اليوم يمنا. والله اي والله كفو من اهل البصره. بس هاي مو بس عند البصره العراقيين بصوره عامه. يابا احنا بعد هلا نعرف اهل العزوبيه. طبعا هلا ونعرفها. اي والله. حبيبي ان شاء الله. اهلا اهلا وين جايين وين قطريين تعال 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 اخي تعال واحنا نرحب نرحب بكل القطريين والخليج كلهم نرحب بيهم هاي البصره ام الكل ام الخليج ام العرب كلهم Yo.
الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق، والعراق يحتضن بطولة الخليج، يحتضن العرب أجمع، يحتضن العرب ويحتضن العالم، يحتضن العالم بس يعني هاي البطولة بطولة جميلة، بطولة بكل مقاييسها، وإن شاء الله قادرين على استضافة كأساسية، مو هاي بوابة نحو الأفضل إن شاء الله، والعراق يوقف على حيله وقادر أنه يعيد علاقاته مع أخوتنا الخلايجة، أخوتنا العرب، وهلا وألف هلا بكل القادمين، كل العرب، قطر، الكويت، الإمارات، عمان، اليمن، على رأس شرفونا، أهلا وسهلا وكل الهلا حشاه. الله يسلمك والنعم منك، الله يعزك. انا رجال عراقي، وانا جاي اقول هاي الهلا ردك تحكي خلايجي، هلا ومليار هلا، مو بس هلا، هلا ومليار هلا، هلا بقد ما افتروي لهم الله وعلي، هاي بيوتهم اي بسياراتهم، اذا شال ليش نقول لك افتروي لهم والجو طياره، شو نقول بقد هم نقول لهم هلا وقد ما طاروا حياهم الله وشرفوا ونوروا وجو منا هلهم لهلهم ان شاء الله. الله شو نقول حياهم الله والف هلا بيهم. طبعا انا من الناصريه بس انا معزب هنا بالبصره، لا لا انا معزب، كل احنا معازيم بالبصره معزب الله شاهد، او شفت شيء بالبصره يعني ما اقول قليل قليل يصير بالعراق او بالعالم، اول مره يصير بالعراق اجواء، لا او صح، او العزوبيه فول، البيوت مفتوحه كلها، هي هسه العزوبيه عظيم، عظيم العراق يعيد امجاده، يعني العراق عظيم وقادر على استضافه البطولات ان شاء الله، وقف على حيله، وقف على حيله، وهاي مثل ما تقول البدايه نحو ان شاء الله بطوله اسيا، بطوله اسيا عندنا، عندنا قامات رياضيه او عندنا قامات فنيه عاليه او عندنا كل شيء حلو موجود بالعراق، الكل شيء، الكل تطور للشعب العراقي وللعراق ان شاء الله، والله يوفقكم ان شاء الله بجاه الحسين. شكرا جزيلا. مشاهد الكرام، بالتالي هي اليوم بطولة الخليج، أكثر من بطولة كروية، بطولة الخليج احتضنت الأشقاء العرب، احتضنت الخليجيين، وبالتالي اليوم أيضا الكرم والشجاعة العراقية جاي تتصدر المشهد، لربما ممكن هذا الانطباع جاي ينافس حفل تنظيم الافتتاح، وفرحانين بالناس اللي موجودين هنا، البصراويين فرحانين، العراقيين فرحانين، وبالتالي هم كلهم اليوم فاتحين قلبهم قبل بيوتهم، وهذا الموضوع إن دل على شيء دل على عزوبية البصراويين، ويا البصرة يم الخير في مال الله.